يمكن من أكثر الأشياء اللي ضايقت الكل الفترة اللي فاتت أنه بعد ما تم فتح المطارات والدول أنها تستقبل الناس والسياح والزوار صرنا كذا شوية قلقانين. في قلق طبعاً، صرنا شوية كذا قلقانين بنفكر طب كيف، طب إذا رحت، طب أنا هسافر أصلاً ولا ما هسافر، هذا أولاً. طب إذا سافرت فين هنحجر؟ لا وغير كذا، وهل هذه الدول متبعة نفس اللي متبعته دولتي من حفظ كرامة الإنسان وصحته؟ شكراً. ولا هم عادي فاتحينها وكل واحد مسؤول عن نفسه؟ ففي أشياء كثير، يعني يمكن الحياة مرة تغيرت يا ريم بعد كورونا، وصرنا حتى خايفين من المستجد الآن اللي هو الفترة الأسود اللي بدأ في دولة المتحور. الهند المتحور، نعم. فإحنا خايفين من جد، فعشان كذا عندنا كثير من التساؤلات اللي بتهتم بصحتنا. وأكيد أرحب بضيفي في الاستوديو الأخصائي والمتحدث عن الصحة الأستاذ محمد أسنان، أهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، متحدث في الصحة وليس عن الصحة، علشان لا احد يفكر متحدث في الصحة كاتب بالشأن الصحي. أيوة كاتب في الشأن، مش متحدث عن الصحة، متحدث الصحة غير. كاتب في الشأن الصحي، اهلا وسهلا فيك، نورتنا. اهلا، يمكن انت راح تعطيني كثير من المعلومات، او خلينا نقول تأكد لنا كثير من الاشياء اللي احنا فعليا خايفين منها. بتنصح الناس بتسافر؟ انت هتسافر؟ انا عن نفسي ما حسافر الان، لأن بصراحة السفر في مثل هذا الوقت هو للضرورة. صح. إذا عندك ضرورة، أما أنك تسافر عشان سياحة، بالعكس أنت حتتمرمط أصلا في سفرك. صح. حيطلب منك فحص، حيطلب منك PCR كل فترة، حتنحجر أحيانا في بعض الدول، أول ما توصل حجر مؤسسي يوصل لفترة طويلة في بعض الدول، أحيانا 10 أيام يعني أسبوعين في وعلى دول، وعلى حسابك كمان، وعلى حسابك. أيوه. وغير كذا أنه في جملة قلتوها جميلة جدا في البداية، هل كل الدول قوية في النظام الصحي وفي التعامل مع جائحة كورونا مثل المملكة العربية السعودية؟ صح. يعني أنا كواحد الآن عايش في هذه المملكة، مملكة الخير، أحس بكل طمأنينة وارتياح للنظام الصحي وللاحترازات المطبقة وللتوجيهات والتعليمات الحكومية والأنظمة المتبعة حتى في الأماكن العامة. لكن لما أروح لدولة ثانية هل أضمن أني حلقة نفس الأنظمة؟ غير كذا هل حعالج بالمجان؟ هل حعالج بالطريقة المناسبة؟ هل حلقة الخدمة الصحية المناسبة؟ فأنا الآن في المملكة في ناس تسعى من دول مجاورة عشان يجوا إنها تيجي المملكة. صح. يكون عندهم أحد يشتغل في المملكة ويبغوا يجوا بفيزا زائر عشان يكونوا موجودين في المملكة، لأن المملكة الآن آمنة بشكل كبير مقارنة بدول كثيرة. صح. ومنها دول عالمية معروفة يعني ونظامها الصحي معروف. فالنظام الصحي عندنا أثبت قوة كبيرة جدا قورنت بمجموعة 20 كاملة، وكيف كان النظام الصحي عندنا والاستجابة، وثقت استجابة المملكة بشكل كبير وثقتها وزارة الصحة، كان لها أثر كبير جدا في تخفيف الأثر على المجتمع وتقليل نسبة الوفيات. احنا كنا من أقل الدول نسبة وفيات مقارنة بدول العشرين. احنا كنا حالات العناية المركزة عندنا أقل بكثير من الدول الأخرى. فالتعامل مع الجائحة في المملكة كان جدا قوي، خليني أشعر بالطمأنينة أنه ليش أنا أطلع من هذا المكان الآمن إلى مكان ثاني. يعني أنا أستغرب أحد الدول المجاورة كان في زحمة في السفر لها، مع أنه النظام الصحي هناك يعاني وأهل البلد. صح. يعانوا من كثرة الحالات. صح. وكثرة عدد الوفيات مقارنة بعدد السكان البسيط، فالوضع الصحي هناك كان غير آمن، مع ذلك كان في إقبال شديد. هل هذا عدم وعي في المجتمع أو عدم اكتراث، أو هو محاولة للسفر فقط لمجرد السفر؟ في نقطة ثانية، في ناس فاهمين موضوع اللقاح غلط، يفكروا إنه هذا اللقاح مجرد ما أخذ حتى لو جرعة واحدة خلاص أنت لا تعدي ولا تنعدي ولا يصير لك شيء ولا يجيك كورونا، وهذا غير صحيح. هذا غير صحيح، اللقاح ويقلل من مخاطر إصابتك بالمرض، ويقلل من الأعراض وشدة الأعراض عليك، لأن عندك أجسام مناعية. لكن هل هو حيحميك أو يخليك ما تنقل عدوى؟ لا، هذا الكلام غير صحيح. في نقطة في البداية قالت عبير تقدم، قالت الفطر الأسود في الهند. لا، احنا نتكلم عن المتحور في الهند. نعم. وأثبت الدراسات مؤخرا نشرت هو إن كورونا المتحور، بس عشان أفهم، لأن كورونا المتحور شيء والفطر الأسود شيء ثاني. هل هو الفطر الأسود؟ لا، الفطر الأسود بس هم قالوا له علاقة بس قالوا لهم علاقة في بعض، مرض من الأمراض اللي تيجي ما له علاقة بكورونا. لا، يصيب بيجي بعد كورونا. لا، ما له علاقة، خلي صح المفهوم. الفطر الأسود يصيب ممكن أي مريض، شخص عنده ضعف في الجهاز المناعي. لا. سواء بسبب كورونا أو بسبب العلاج الكيميائي أو بسبب الأورام أو يتعرض لنسبة عالية من الكورتيزون. الأشخاص اللي عندهم مناعة أضعف
هم معرضين، ولكن نادر جدا هذا المرض. شيء ثاني عليهم الواحد كيف يجتنبه، إذا كانت مناعتك ضعيفة حافظ على العناية الشخصية والنظافة الشخصية، وهذا الفطر طريقة انتقاله صعبة جدا ونادر، فما في خوف منه، ما هو ذاك الخوف اللي يحاولوا في السوشيال ميديا ان يصورون، يعني انت الحين وما له علاقه بالكورونا بشكل كامل. يعني انت الان بتنفي الاشاعات اللي بتقول انه ممكن لا سمح الله هذا الفطر الاسود يصير كمان فيروس ووباء عالمي؟ لا لا، ما له علاقه. الفطر الاسود يتناسب، وجوده يتناسب مع ضعف مناعه كبير في الاشخاص وضعف في النظافه الشخصيه. عشان كذا الاشخاص اللي ممكن يكونوا مصابين بكورونا بياثر فيهم بشكل اكبر، اللي اصيبوا بشكل قوي، اللي اوريد عندهم كورونا ممكن عندهم مناعه ضعيفه تكون عندهم القابليه لهذا الفطر اكثر. لكن ايضا نتكلم على انه حالات قليله جدا، ما هو بالعدد اللي نتكلم عنه انه شكل ظاهره او وباء. دكتور محمد، ايش يسبب؟ يعني هو فطر من الفطريات اللي ممكن تيجي لأي جسم مناعته ضعيفة زي فطريات أخرى. أيوة يعني مثلا احنا نعرف ايش هي اعراض كورونا بس ما نعرف ايش هي اعراض الفطر الاسود. انا اتوقع ان ما ابغى ادخل في الديتيلز في التفصيل، علشان بس شيء يخص التنفس برضه خليها للاطباء هم يوضحوها بشكل افضل. احنا خلينا نتكلم عن الجانب التوعوي وجانب انتشار المرض. هو مش منتشر بشكل كبير، النظافه الشخصيه بشكل شيء مهم كبير جدا تحمينا من انه نصاب بهذا المرض. طيب الآن بنشوف إشاعات من دول كثير صراحة بيتكلموا إنه هذا، شوفوا كيف طعمنا وصار فيه مايكروشيب ويلصقوا مغناطيس وأشياء مرة غريبة يسووا حلالات وجوالات. وغير كده كمان يقول لك إنه هذا إنه ما راح يحمي من الكورونا المتحور، بينما وزارة منظمة الصحة العالمية قالت إنه اللقاحات يجب أخذها وكمان راح تحمي من كورونا المتحور. فإيش رأيك في هذه الإشاعات؟ حسب الدراسات العالمية لها فاعلية حتى على الفيروس كورونا المتحور. نعم. بالنسبة للكوين وطريقة لصقها، حتى في أحد الأطباء دكتور أحمد العمار سوى مقطع توعوي عن الموضوع، حط مجرد مرطب صح حط الكوين ولصق صح. يعني ترى موضوع أن الكوين يلصق على أي جسد رطب ترى بسيطة، يعني لو الجوال. انتم قلتوا لي انكم حتطرحوا كان جبت مرطب وحطيته وحطيت الكوين ووريتكم كيف انه يلصق. يعني بس في ناس بتلصق الجوالات يا عبير. طيب الناس اللي بتصدق تصدق كل شيء، الناس اللي بتصدق تصدق اي اشاعه، يبغوا يسووا اي شيء عشان يصدقوا نظريات المؤامره اللي بتصير، الخرافات كلها بيصدقوها. فانا اعتقد ان موضوع الكوين واللصق هذا شيء جدا مضحك، شيء مضحك فعلا. والغريب في الموضوع ان الناس بدات يعني تتناقل هذا الموضوع بشكل مره كبير، الناس بدات تتكلم عنه وبدات تخوف. الفكره هنا استاذ محمد انه الناس ما تعي، لا تعي، يعني كثير من العالم لا يعوا مشاعر الاخرين وحياه الاخرين. انا شخص مثلا مريض عندي مرض مزمن، انا احتاج اني اخذ اللقاح، فلا تخوفني منه. كلها هذه واحده ناخذ اللقاح. ايوه مثلا انا بقول لك ايوه صح. فهذه واحده من الاشياء، واحده كبيره في السن لما تشوف مقطع زي كده ايش ممكن تقول؟ صح. ايش ممكن ترد؟ برضه هتخاف. ليه الناس ممكن تآذي وتلعب بمشاعر الناس؟ ترى الالم ده موجع فعلا، الواحد يقعد يفكر كده ويقعد متضايق تأثر. خلينا نتكلم اول شيء، في ناس ضد اللقاحات فتحاول تعزز لنفسها صح باي طريقه بأي دافع، يحاولوا يعززوا لنفسهم والناس اللي حواليهم أنهم على حق لأنهم ضد اللقاحات. الشيء الثاني دورنا إحنا، إيش دورنا لما يجيني مقطع زي هذا؟ يا أرسله لشخص مختص أسأله عن صحة المحتوى، يعني لا أرسله. أكبر خطأ يصير تروح أنت راسلته على جروب في 100 شخص قولي بس أبغى أتأكد هذا صح ولا مو صح. مضبوط كلامك. نشرتي صح. مجرد النشر أنت قاعد ساهم في نشر هذه الخزعبلات، حتى لو أنك تبغى تنشر عشان تنكر عليها. يعني احيانا في ناس يجي يبغى ينكر شيء فينشره صح كلامك، فينتشر وهذا خطأ المقطع علشان يبغى ينكر، فينتشر المقطع وما ينتشر الانكار. فدائما احنا مهمتنا في المقاطع مثل هذه نرجح لاهل الاختصاص نسالهم او توقف عندنا وما ننشرها. اكيد طبعا. طيب استاذ محمد، الان في امريكا بايدن قال اللي اخذ جرعتين كورونا خلاص يشيل الكمامه، ما في داعي لارتداء الكمامه كنوع من تحفيز الناس لاخذ اللقاح. هل احنا ممكن نوصل لهذا الموضوع؟ وهل نحتاج لنسبه معينه من التطعيمات او الملقحين في السعوديه عشان نوصل لمرحله ازاله الكمامه؟ اعتقد في بدايه التطعيمات صرحت الوزاره بانه 70% من المقيمين في المملكة
المملكة، إذا 70% من السكان في المملكة أخذوا اللقاحات إن شاء الله بنوصل لمرحلة نزع الكمام، ولكن نحتاج التزام أكبر. بس أنا أحس وأشوف أستاذ محمد، ما أدري إذا توافقني الرأي ولا لا، أنه في كمية كبيرة من الناس أخذت اللقاح إلى الآن 12 مليون يعني ما شاء الله، ترى إلى الآن ما تلاقي ترى مواعيد بسرعة زي أول. أيوة بس إحنا لما نتكلم عن 12 مليون أخذ اللقاح من أصل 30، للحين إحنا نتكلم عن 30%، ما وصلنا لل 70%. في ناس كثير أخذوا، لكن أيضا تأخر، في إشاعات قاعدة تطلع الآن إنه ما في جرعة ثانية. لا، مو ما في جرعة ثانية، مؤجلة، في تأجيل في الجرعة الثانية بسبب تأخير توريد الجرعات لكل دول العالم من الشركات المصنعة بسبب الضغط اللي صار عليها. فلا حد يروج انه ما في جرعه ثانيه او ما نحتاج جرعه ثانيه، نحتاج الجرعه الثانيه، والجرعه الثانيه حتعطى لما تتوفر، وايضا لا يوجد اي مخاوف من فعاليتها عند تاخير الجرعه الثانيه. اللي بيقولوا الان او الاشاعه الان مش تاخير الجرعه انه ما في جرعه ثانيه خلاص، لا، بيقولوا انه الجرعه الثانيه اذا جيت تاخذها لازم ترجع تاخذ الجرعه الاولى. لا، لانه يكون في وقت ما بين لا، غير صحيح، بالعكس، يعني بس ناخذ الجرعه الثانيه. احنا بعض الدراسات اثبتت انه اللي تاخر في الجرعه الثانيه كانت فعاليتها افضل واقوى. فلا، ما في اي خوف التاخير ابدا، كل دول العالم عامله على هذا السيستم، عملوا الدراسات، ما في اي خوف من التاخير في الجرعه الثانيه، وان شاء الله انها بتتوفر قريبا باذن الله. طيب، يعني هذه من الاشياء المهمه فعلا. صح. طيب احنا الان يعني ايش الوعي المطلوب مننا عشان نتخلص من كورونا باسرع وقت ممكن؟ يعني مثلا بنشوف ناس اخذت اللقاح ما بتلتزم بالاجراءات، يقول لك اخذت اللقاح، طيب والاجراءات الاحترازيه؟ يقول لك لا، انا ما خلاص انا ملقح. هذه من اكبر الاخطاء اللي نواجهها، انه في ناس يفكر انه خلاص اذا اخذ اللقاح معناته اوكي انت محصن، لكن الوجهة المجتمع ككل لازم أنت تكون ملتزم بالاحترازات. ما نقدر نيجي في الشارع ونشوف 20 واحد هذا محصن خلوه، مو هو لابس، هذا مو محصن، ما نقدر نعرف. فلازم الكل يبقى ملتزم بالإجراءات، حتى المحصن ممكن يصاب بالعدوى وينقلها لغيره. فإحنا نبغى قدر الإمكان نحافظ على الإجراءات إلى الآن. الجمعات للضرورة القصوى وباحترازات وبمسافات، المصافحة شفنا في ناس الآن تتساهل في المصافحة وفي الأحضان وفي العيد ويرحبوا ببعض. بالعكس، حتى العيد ده كان مختلف، يعني السفر العيد ده ما سلمنا على أحد. السفر 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 هذا موضوع جدا حساس. صح يا جماعة، أنت بتسافر تقول ما عليكم مني، لا علينا منك، لأنك حتسافر وتجيب لنا بلوى معك. صح صح، معليش، يعني أنت حتسافر دولة ضعيفة وممكن ترجع لنا مصاب، يعني أنت ضد. فأنا أرى أنه لا أحد يسافر إلا للضرورة، الضرورة القصوى، اللي عنده مثلا علاج في الخارج، عائلته في الخارج، عنده ممتلكات في الخارج، أي حاجة تستدعي السفر يسافر. صح. أما إذا ما عندك شيء ضروري لاحقين يا جماعة السفر. صح، صادق. لكن يعني كسياحة، يعني ما أجمل السياحة في جنوب السعودية وأبها شواطئنا الجميلة. أصلاً عندنا الآن توجه سياحي كبير، عندنا في جنوب، في الشمال، في الشواطئ، أملج، تبوك. صح. في جدة، الرياض، كل مكان الآن مهيئ سياحة، حتى الشرقية عشان لا يزعلوا أهلي في الشرقية. أيوة طبعا. كل المملكة الآن مهيئة للسواح، مهيئة، ما منقول إن مهيئين زي الدول السياحية اللي متقدمة علينا بسنوات، لكن عندنا مقبولة جداً. الوضع صح، مقبول، وممكن الواحد يتمشى. أيضاً ما في أحلى من السياحة الدينية، يعني الواحد يروح مكة. صح. يروح المدينة، ما في ألطف من هذه الأشياء. فلا سافروا إلا مضطرين جداً، والسياحة ما هي اضطرار أبداً. طب خلينا نتكلم عن الأشخاص اللي ممكن يكونوا مقيمين هنا ويبغوا يسافروا يسلموا على أهلهم برضو ويشوفوا أهلهم. هذه ضرورة، هذه ضرورة، تعتبر ضرورة، اللي بيروح يشوف أهله ما نقدر نقول له لم الشمل، تعتبر من الضرورات. لكن الشخص اللي بيقول لي، بس لازم يكون حريص. كيف؟ طبعا لازم يكون حريص، اكيد الحرص مطلوب من الجميع، سواء اللي بيسافر ولا اللي حيجلس. المشكله عندنا انه في ناس اول ما قالوا بيفتح السفر 5 شوال، الناس كلها حجزت على الحدود. ايوه صح صح. الناس على الحدود. صح كلام. وكويس انه رجعوهم ابو جرعه واحده، انا اشمت فيهم بكل فخر، لانه بصراحه كان غلط كبير جدا انه الواحد يحاول يسافر على طول. مو اول ما فتح السفر، ايوه على طول على المنافذ كلهم
يعني وين اللي يقولوا تراب الوطن وحب الوطن؟ يا أخي حب تراب الوطن مو بس فتحت الحدود الكل يبغى يسافر، يعني كمان نجلس. صح صح، وخصوصا ذاك ذكرني بأبو شنطة مسكين اللي على الجسر جاي بحال. ناس صوروهم كذا هم واقفين والناس ماشوا. ما لها ليهم سابوهم وكمل. حط نفسك في هذه المواقف، ابعد في بيتك مرتاح معزز مكرم. صادق. ما وبالعكس آمن في بيئة آمنة جدا. أما أنك على طول فتح السفر كل واحد يهج كأن يعني، وبعضهم ما سافر له 4 سنوات من أول، يعني من أول هم ما يسافروا، بس حليت لأن صارت ممنوعة وفتحت فجأة. طيب أستاذ محمد، خلينا نتكلم كمان عن حاجة مهمة جدا، حياتنا كيف رح تكون بعد كورونا؟ الله. يعني زوال كورونا هل رح يرجعنا للحياة السابقة أم رح نستمر في هذه الحياة التي تعتبر منظمة نوعا ما؟ في أشياء لازم نسلم فيها أنه في ناس صار لهم بعض الآثار النفسية والآثار على المستوى الشخصي، والله كلنا يعني في ناس حتى بعد ما ينتهي كورونا حتشوفه يتردد أنه يصافح. في ناس حيبقى بكمامه، في ناس حيبقى يمشي بالمعقم. لكن كورونا لو تلاحظوا علمنا عادات والله صحية صح، ونظافة شخصية صحيح. كان في ناس بي ملتزمة فيها، غسيل الأيدي 40 ثانية بالماء والصابون، التعقيم، عدم لمس أي سطح، عدم حك العين والأنف بشكل مباشر بدون تنظيف الأيدي أو تعقيمها. يعني علمنا عادات يعني من أسوأ العادات، ومعليش يعني يتحملوني اللي يمارسوا دي العادة، اللي يقابلك في الطريق على طول خشمك خشم بخشم، أي فايروس أي كارثة حتنتقل. صح كلامك، غير كورونا مثل العادات اندثرت الآن بترجع أنا عارف، لكن على الأقل أنها حتقل. يعني في ممارسات الاحتكاك القريب جدا مع كل من في الشارع، يعني ما شاء الله في الزواج تلقى العريس واقف كل، او حتى العروس عند أيوة عند النساء أيوة. تلقى كل من دخل خمه، كل من دخل طبعًا. خمه وباس. طب هل تتوقع الان الزواجات تستمر كده؟ لا انا اتوقع الزواجات لا زي وضعنا الان، أتوقع يعني وضعنا الان كويس، حصير في الوضع الحالي. يعني موضوع انه صار العريس او العروس صار ناقل للفايروس أيوة، كل الناس مروا عليه صح، كل الناس باسوه، كل الناس خموها. فأنا لازم يفحص بعد الفرح. العادات اللي الآن قاعدة تصير هي صحية صح، فأنا أتوقع أنه إحنا ما بعد كورونا ما حنكون زي ما كنا قبل كورونا، ترجع بعض الأشياء، ترجع بعض الأمور، لكن حتبقى هناك في رواسب. في ناس عندهم الآن متلازمة، يسمعوا عنها متلازمة الكوخ. أيوة طبعا. ما يبغى يطلع من البيت. أيوة. خلاص ما يبغى يطلع، ما يطلع إلا للضرورة القصوى. والموضوع نفسي، اضطرابات نفسية لازم تعالج يعني تباشر من أخصائيين نفسيين وناس مختصين. صرفنا هنا من أهم الأشياء لازم ننتبه لها الآن في الفترة هذه وحتى بعد ما ينتهي كورونا، الحالة النفسية للأشخاص ودراسة الحالة النفسية ومتابعة الأشخاص اللي صار عندهم اضطرابات أو ترسبات من كورونا. لابد يعالجوا، لابد يتعامل معهم بشكل جاد جدا، لأن هذه الترسبات ممكن تتمحص منها أمراض، مخاطر، أشياء كثيرة طبعا. فلا بد ننتبه للحالة النفسية، لا نستهزئ بواحد يقول لك لا 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 أنا ما بطلع، أو يخاف من الطلع، أو يخاف من أنه يلمس يد أحد صار عنده رهبة. هذه كلها اضطرابات نفسية لابد تباشر من مختصين، مش ناخذها بسخرية وطقطقة ومزح على الشخص. والآن بنتكلم ممكن في موضوع جدلي وجدا مهم اللي هو عودة المدارس. كيف راح ترجع المدرسة وكيف الأطفال راح يرجع المدرسة؟ إيش الأشياء اللي لازم يلتزموا فيها وإيش الأشياء اللي ممكن تلتزم فيها المدرسة كمان عشان تحافظ على صحة دول الأطفال؟ يعني هذا موضوع كبير الله يعينها وزارة الصحة وبرضو وزارة التعليم صح. يعني الاثنين الله يعينها وزارة التعليم من جد راح يكون في اشتراطات كثيرة على عودة الطلاب للمدارس. بس برأيك كمختص بالشأن الصحي أنا برأيي أول شيء تقليل ساعات الدوام في المدارس، ساعات تواجد الطلاب وعدد الحصص المفروض يقل بشكل كبير، نحاول نقلص الوقت اللي احنا نخليهم معرضين للاحتكاك بالآخرين بشكل كبير. الحصة أقل. الفسحة والنشاطات اللي فيها اختلاط تتقلل، المقاصف تتقفل، كل واحد يجيب معاه وجباته من بيته المفروض، لأن الزحمة اللي تصير على المقصف، الزحمة اللي تصير في الطابور الصباحي، كل هذه تجمعات. والتهوية أهم شيء من شروط المدرسة الآن، المدارس الشبابيكة دائما مقفلة ومقفلينها، نبغى تهوية. يعني أنا ما أبغى أرسل طفلي مع الحر هذا اللي قاعدين نشوفه ما تقدر تفتحي شباك، لا بس برضه صحتنا أيوة صحتنا صحة أبنائنا. الفلتريشن مهم جدا، نظام فلتر الهواء مهم جدا.
بس ما أعتقد كل المدارس حيكون عندها الإمكانيات اللازمة. أتوقع أن المدرسة مو كل المدارس المفروض تفتح، المدارس اللي عندها الإمكانيات اللازمة للحفاظ على المسافة، التباعد، الحفاظ على النظافة بشكل كبير هي المفروض تفتح. مش غلط أنه مش لازم الكل يرجع يدرس، أنا هذا اللي بقوله صح، يرجعوا نسبة كبيرة مزبوط. ونعتبرها مرحلة علشان ترجع نسبة أكبر، لكن الجميع عانى من الدراسة عن بعد، يعني المدرسين عانوا، الأطفال الطلاب عانوا، الأمهات عانوا، فالكل عانى، فلا بد من رجوع الدراسة. أيضا ما في خطر كبير من الأطفال، ترى ما في حالات وفيات بين الأطفال، بس برضو نخاف عليهم. كان الخوف من نقل الطفل إلى شخص كبير مزبوط. لكن إذا صار عندنا نسبة تطعيم، وخصوصا لو تلاحظوا التركيز على كبار السن في التطعيم كان جدا كبير في الفترة الأخيرة وحتى من بداية التطعيمات، فالآن حتى لو قلنا 12 مليون هذولي أنا أتوقع نسبة كبيرة منهم من المسنين صحيح. فإحنا الفئات الخطرة أغلبها تطعمت فعودة المدارس حضورية إن شاء الله ما بيكون فيها خطر إن شاء الله يا رب. وهذا نتمنى أن يكون في كده يعني نظام بيمشوا عليه، حتى لو كان مثلا عدد الطلاب مثلا 30 يجوا 10 والباقي أونلاين بيكونوا معهم في نفس الحصة مثلا. الأسبوع اللي بعد يكون فيه تبديل وهكذا. طيب الآن لو الواحد مضطر يسافر، إيش الشيء المفروض يحرص أنه ياخده معاه في الشنطة، وكيف المفروض أنه خصوصا أنه أعلنت بعد خطوط الطيران أنه ترى ما حيكون في تباعد جوة الطائرات، فكيف أنا أحافظ على نفسي وعلى صحتي وأسافر بإطمئنان؟ أول شيء التطعيمة، يكون ماخذ التطعيم الجرعتين علشان يكون آمن، لبس الكمام، يحاول في الطيارة أنه حتى لو يلبس جلافز على الأقل يحمي نفسه، يحمي من لمس الأسطح، يحاول قدر الإمكان أنه ما يلمس إلا الشيء المهم. نلبس الشيلد معانا معقماتنا في يدنا، يعني الشيلد أنا أعتبره شوي مبالغ فيه، يعني خلينا على الماسك. أيوة. الماسك إناف لو شخص مطعم. طيب. ماسك وقفازات علشان يحمي نفسه من عند لمس الأسطح، بس لا يطيح في نفس الخطأ. في ناس ما شاء الله يلبس قفاز يلمس السطح ويلمس وجهه بالضبط ولا سوى شيء، كأنها يدك هي صح. الهدف من القفاز انك اذا بتلمس شيء وبعدين تفسخ القفاز، فقدر الامكان حاول ان نحرص ان ما نلمس الانف، العين، الاذن، علشان ما ننقل لنفسنا اي شيء من الخارج صح. والتباعد قدر الامكان، الواحد قد ما يقدر يحافظ على التباعد، ولازم نحرص على باب الطياره لو اعطينا المضيفه التذكرة الطيران ما نرجع ناخذها منها، لانها بتاخذ من كل الناس وكل الناس خلاص. انت توريهم عبير كده، انت توريهم جدا الحين كلها باركود والكترونيه. لا بقول مثلا يعني نوريها ضمن الاشياء اللي ممكن تصير. لا ما نعطيهم، نوريهم نوريهم وروهم لا يمسكوا الجوال او يحاولوا يسووا كذا، لانه في كثير ناس. المهم مسكتك ماسكك في وشك، عقمتك في ايدك، في جيبك قفازاتك في ايدك، اللي يقول لك خشمك قطعه صح؟ المفروض كده يصير. لا خلاص هذا موضوع للحين في ناس مد يدها عليه، مد يده انا اسوي لك كذا. ايوه اني انا ما اسلم، لا تحرجوا، ممكن تسوي كذا يعني بادب. لا ترى حتى هذه قاعد تلمس الا صادق انت، والله انا معك تلمس مرة ما تنفع، حتى هذه قاعد تلمس ولا اللي بالكوع ولا باي حاجه، لا تلمسني ولا المسك. هذه اقل الايمان، ممكن تمشي لانه انت ما تلمس شيء بكوعك، يعني هل انت تحكي خشمك بكوعك؟ تقدري؟ جربي ما تقدري صح؟ امن الكوع. استاذ محمد شكرا لك على كل هذه النصائح، يعطيك الف عافيه، ما نستغنى. يا فيك اهلا وسهلا، شكرا. مشاهدينا نطلع فاصل واكيد مكملين معكم.